العالمية الإماراتية ماهر عبد العزيز، أهلا وسهلا فيك عبر عما أنت فيه. اليوم أنت موجودة بجلسة تصوير ببيروت، خبرينا عن كواليس هيدي الجلسة وتفاصيلها وكيف حتطلي فيها بشكل جديد على الجمهور. أولا بحيي كل أهل عمان وبحب أشكرهم أو أشكركم على هالاستضافة. مبدئيا هي أول فوتوشوت لإلي في بيروت بعد غياب سنة وشهرين عن لبنان، وحبينا أنه نعمل لوك صيفي. بتعرف يعني الأجواء في لبنان وأجواء الصيف بالوطن العربي، وخاصة بعد جائحة كورونا يمكن ما عدنا نعمل جلسات تصوير كتير، فبس حبينا كده نطلع على الجمهور بشكل مختلف. انت حاليا عم بتطلي بالجزء الثالث من مسلسل المنصة، خبرينا عن شخصيتك اللي شفناها بالجزء الأول، شو حتقدم شي جديد بالجزء الثالث مع لأنه هي غابت عن الجزء الثاني؟ طبعا مع غياب شيخة عن الجزء الثاني لها عودة في الجزء الثالث. شيخة بترجع بشخصية أقوى، يعني روح مختلفة، ومهيرة الممثلة كمان راح تلاحظوا الفرق بين أداء مهيرة في الجزء الأول وأداء مهيرة في الجزء الثالث، لأنه كتير اشتغلت على الدور، جبت مدرب تمثيل ماهر صليبي بوجه له تحية، كتير اشتغل معي على تطوير الشخصية تطوير الأداء. المنصة بيواكب كمان جائحة كورونا في الجزء الثالث، فهو بيكون أقرب للأحداث الواقعية اللي كلنا مرينا بها، إضافة إلى تطورات الأحداث، وفي كتير وجوه ونجوم بيطلوا كضيوف شرف في الجزء الثالث. أنت ناشطة بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا، شو أخذت منك السوشيال ميديا وشو عطتك؟ أخذت مني جزء من الخصوصية، لأنه عشان دايما يكون عندك الناس بتحب تتابعنا على السوشيال ميديا، ما بتحب تتابع أعمالنا، بتحب تعرف الكواليس، الحياة الشخصية، كيف أنا بتعامل مع زوجي، مع بنتي، مع أهلي، فأخذت منها هالجانب، جانب الخصوصية، رغم أن أنا حاطة بعض الخطوط الحمراء، بس يعني ما في خصوصية. عطتني شهرة أوسع من أو لجيل مختلف عن الجيل اللي بتفرج على التلفزيون، الجيل الشباب أكثر والجيل المراهقين، وشهرة يمكن أوسع للعالم العربي. بعد الضجة اللي أثرتها صورتك مع الفنان المصري محمد رمضان اللي بتجمعك فيه صداقة كتير كبيرة، أنت حذفتيها للصورة، ليش حذفتيها؟ لأنه تجنبا للانتقادات، ولا أنت حسيتي فيها شيء مش مزبوط؟ شوف، أنا بمبدئي ما بحب أحذف، لأنه الحذف معناه أنه الواحد أو في شيء غلط. أنا شفتها صورة جدا عادية، أنا حذفتها احتراما لأولا لزوجي لمحمد وأسرته ولألي، لأنه التعليقات كانت جدا خارجة عن حدود الأدب، فعشان ما تتطور الأمور وما يصير في عندي يعني مشاكل أسرية أو يعني مشاكل حتى مع الجمهور، خلص فضلت أنه أسحب الصورة، لأنه كان الشيء التاني رح أعمله أنه سكر التعليقات، فممكن يعلقوا على غير صورة، فقررت أنه أشيل الصورة.